متفائلين بالحل؟ نعم متفائلين. شنو السبب؟ اولا اقليم كردستان ما عندها غير حل، لان اليوم تحدث عن ملايين الموظفين يعني يحتاجون رواتب ومتقاعدين. زين هذول مين يجيب لهم رواتب؟ مو ملايين، بس تصحيح للمعلومه، مو ملايين، 682 الف موظف بس. القوائم اللي جت 250 الف متقاعد. القوائم اللي جت على متوسط اكثر من مليون وربع حسب معلوماتي. لا اخي لا، مع يعني المتقاعدين مع الهاي اللي ست نجيبه، حتى بالمو 682 الف موظف فعلي و250 الف متقاعد، وبالاضافه الى يعني شو اسمه على الاجتماعي. انا قصدها المجموع، قصدها بس موظفين ليست بهذا الحجم، نقول ملايين يعني الكل الكل اكثر. تعويضات موظفين في موازنه الحكومه الاتحاديه قد فاقت 67 تريليون، جنابكم تعرفون يعني حقيقه. لكن اقليم كردستان خلال 10 سنوات بعد قطع الحصه لم يتم اضافه لا تعيينات ولا حتى ترقيه ولا علاوه، فالارقام هي قبل 10 سنوات. اذا 682 الف ست نجيبه، شنو راي حضرتك؟ لان انتهت علي الارقام بصراحه. لا انا اعتقد اكثر من مليون المطلوب حاليا، بين يعني موظفين، بين بيشمركه، بين متقاعدين، بين عندهم شهداء، فاكثر من مليون. وزيرة المالية مو قالت اكو اسماء وهميه وشخصيات واسماء مكرره؟ هم الان في مرحله صباحية. نقاش، في مرحله نقاش وتدقيق، اكو لجان مختصه قاعد تدقق الاسماء طابقها مع الواقع. الموضوع هو اكيد ما راح ياخذون يعني بدون تدقيق ورقابه، حالهم حال البقيه. الموضوع انا اعتقد الان في مرحله تاهيل،